يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رسالة عن طريق الجوال عبارة عن قصة لأحد الوعاظ، وهي قصة طويلة تتناقل في الجوال، ويسأل عن صحتها، وهي أن رجلا أراد السفر والجهاد وكانت زوجته حبلى، فمسح على بطنها وقال أستودعك الله، ثم ذهب وقدر أن ماتت المرأة وجنينها في بطنها، وكان يرون من قبرها دخانا، وكانوا يرون عند قبرها دخانا، فحضروا القبر وأخرجوا الطفل من بطن أمه ووجدوه حيا، وقد التقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل هذه القصة صحيحة؟ وإن التقى مع عمر فيه كله من الخرافة. أنا قلت لكم اتركوا الجوالات هذه. نعم.